شركة الطاقة المغرب تتحتفل هذه السنة ب 25 سنة من الوجود ديالها، وتتحتفل أيضا بتغيير الهوية الرقمية ديالها ولا الإيدنتيتي فيزويل. وهذا التحول هذا تيتمثل ولا تيتجسد في ثلاث نقاط. أولا الطاقة المغرب تود وتتعمل باش توسع لي كاباسيتي ديالها للطاقات المتجدده. فمن هنا ل 2030 الطاقه المغرب غادي ان شاء الله تطور 1000 ميغا وات من الطاقات المتجدده باش تعمل على تخفيض البصمه الكربونيه ديالها ب 25%. وان شاء الله غادي نشاركوا في مشاريع تحليه المياه ومشاريع ديال توليد الطاقه الكهربائيه من الغاز الطبيعي. فهذه هي المستجدات الجديده في 2023، وغادي نواكبوا ان شاء الله السياسات ديال الحكومه صاحب الجلاله باش نكونوا ان شاء الله شريك ديال المكتب الوطني للكهرباء والماء وديال الحكومه في توليد الطاقه avec un impact carbone ou là avec un impact carbone qui est bas. شركة الطاقة المغرب هذه 25 سنة تتنتج واحد لو طو دو ديسپونيبيليتي ديال 92%. هاد السنة هادي استطعنا أننا نديرو 93.9%. هذا راجع الأطور والكفاءات البشرية ديال الشركة اللي كلها تتعمل أننا نكونوا من الأحسن إلى الأفضل إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.